صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة لايف ستايل. معاكم المهندسة آلاء الحمد، وخلونا نستعرض اليوم مع بعض أحدث التصاميم لغرف الطعام. طبعا العنصر الأساسي اللي بيميز غرفة الطعام هي طاولة السفرة، واللي نحن بنختاره بناء على مساحة الفراغ اللي عنا أو حسب عدد الأشخاص. مثل ما شايفين في عنا هون طاولة السفرة بشكل المميز البيضوي، مصنوعة من مادة الرخام، وبتعتبر الطاولات الرخامية من الطاولات المميزة والمحبذة جدا بالتصميم، لأنها بتتناسب مع جميع التصاميم العصرية وأيضا التصاميم البسيطة والتقليدية. كما يعتبر الرخام مادة قليلة الامتصاص، وبتميز بأنه هو سهل التنظيف. منشوف كمان تصميم الكراسي اللي هو تصميم مودرن، القماش سهل التنظيف، واخترنا اللون الفاتح البيج للكراسي لحتى تتماشى مع ديكور الطاولة. طبعا الالوان والتنسيقات لطاولات السفر نحن بنختارها حسب تصميم المنزل وحسب الوان الفرش الموجوده فيه. خلونا نستعرض مع بعض تصميم ثاني. بهذا التصميم اخترنا طاوله سفره مستطيله الشكل تتسع لست اشخاص. طبعا المميز بهي الطاوله انه هي مصنوعه من الرخام الاسود، اما البيس تبعها فهو ستيل مذهب. نسقنا معاها كراسي لون موف غامق بأرجل كمان مذهبة بحيث تتناسب مع التصميم. لون الموف مع الرخام الأسود بيعطينا فخامة أكثر للتصميم، ولحتى نزيد من هاي الفخامة اخترنا إكسسوارات لون أبيض وذهبي. اخترنا اللون الأبيض للنابكن واللون الذهبي للإكسسوارات مثل النابكن رينجز وباقي الإكسسوارات مثل ما شايفين. طبعاً من العناصر اللي كتير ضرورية وكتير مهمة اللي ما فينا نستغنى عنها على طاولة السفرة هي العناصر التزيينية أو الإكسسوارات مثل الأزهار أو الفازات الموجود فيها ورود أو حتى الشموع، اللي هي بتعطينا فخامة أكثر وبتعطي جمالية أكثر لطاولة السفرة. بهذا التصميم في عنا طاولة سفرة دائرية الشكل توسع لأربعة أشخاص. طبعا تعتبر هي الطاولة مناسبة جدا للفراغات الضيقة أو إذا كان عنا عدد أشخاص قليل. حاولنا ننسق بهذا التصميم ما بين اللون الأبيض والبيج، فاخترنا طاولة برخام أبيض وأرجل ستانلس ستيل مذهبة. أما بالنسبة للكراسي اخترنا القماش البيج المذهب مع أرجل كمان ستانلس ستيل مذهبة. ولحتى نكمل التصميم اخترنا اللون الذهبي للإكسسوارات واللون الأبيض للنابكن، وأكيد ما بننسى الفازات والعنصر الأخضر على الطاولة اللي بيعطينا جمالية أكثر. وأخيراً ما بننسى عنصر الإضاءة اللي هو عنصر كتير مهم بطاولة السفرة أو بغرفة الطعام بشكل عام، واللي ممكن نحن نستعمله كعنصر إضاءة متدلي من السقف أو شاندلير، أو ممكن حتى نستعيض عنه بالشموع نوضعها على طاولة السفرة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا. بنشوفكم بفقرات جديدة ومواضيع جديدة بلايف ستايل.